let's rise for 1 minute. دعونا نقف لحظات صمت نفتكر فيها أرواح الذين توفوا في هذه. Peace and may those injured recover quickly. Thank you. لتسترح أرواح الذين ماتوا بسلام وليأتي الشفاء العاجل على. Packed with equipment on a standby, just to get the signal to fly to Haiti. المتحدة إلى أماكن إقامتهم في السوبر كام قبل فترة الأعياد. هناك عدد كافي من الناس الذين يريدون استخدام هذه الإقامات. نحن نعبر عن أسفنا الشديد وعن حزننا لما حدث في هايتي، ونحن نشعر بما هم فيه الآن لأننا عانينا مثل هذه الحوادث هنا في دارفور ومعاناه شعبنا هنا، وبالتالي مستعدين حتى نقدم أي يد عون بمادي أو شخصين لمساعدة الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام.